جد عندك مبارت اليوم مش كوجينا زويزنا برا وشي ما يتعد علينا النوم ليه جملة ما يتسكروش عينينا مدام اكتفتنا بارب شنو عاملين فينا كل يوم نصنفو لكم في ذنبي ربينا ساتر وحكم من الفرديتا والسكينة وسامحونا كان كفرنا ما تفدوش علينا شاف ناصر وشاف سام هنا جينا جينا عمري ما ريت واحد يشلبقوا فيه ويضحك عبارة هناك طوله برجولية ما غدتني كان الذبانة اللي تفاجعت من كفلولين قتلتها بقى ما قتلتها عدا عدا اقعد اقعد كيك ايش فيك يا سيب وقعد كيك صلي عن بي وخير انا سيب مش عاد الذبانة من القتال الذبانة اي طيب شوف مالولية طيب ما قتلش الذبانة معناه سمك فايت لوز على الذبانة يا سيدي توا كان عندك كهربا وتحب تبرقشها هزها لجميع وردة وكتير يا فرحوا لك به يظهر لي فيكم ما لقيتوش ماكيوز دورتوهم للطولة والدهينة بعد الفاميلة تعول المفيدة اللي ما هيش راكب على بعضها il héritage de mon père je suis confiant ان شاء الله نفرا une très belle saison تجينا الفاميلة تاع فلاش باك علاش ما تخلش قال لي كيف قايتو تحمد ربي اللي جي يا اخي برسمكم شكون يعمل فيهم لي كاستينغ يا سكت لك عاد رول برانسيبال انت باش تمثل الوليد الصغير اللي في المسلسل يا بيه سي بيان عم شوف لك البوم تاعك تو ماذا بين يا عاطف يا عاطف اه سيد مو جاي لحظه جن هاي يا خويا عاطف انت باش تمثل البوم تاع السيده هذه في المسلسل هذا بابا هنا هذاك ابوك يجي ولدي ولا خويا هذا ما يجيش بابا تعرف المخرج بيه بيه مالك بي. يا باب يا بيه سي كونفيرمي هاي اللي بعده هاي يا جماعة بالله كيفاش درت لكم اليوم بيزار شوية بيزار بيزار كما بيزار مالا تشنية مسلسل كامل شديتونا في هالكلمة تقولنا فحين بها وتعلمتوها جديدة يا كهو قعد كان سمير الوافي ما مثلش في رمضان والله كما نحكي لك رابور طبيب قريته بعيني يا سمير اش تعمل في المسلسل مسايب لمن يجرى فقط يديك 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 يا سيرين الله يرحم والديك مرحبا بكم في حلقة جديدة من الو علاش حلقة كاملة مسكرتهم هكاك بجاه ربي يقول لنا اش فيها وتوا ما بقى لي كي نمسخ لكم باي باي نتقابلوا غدوة في نفس الوقت مع نفس القناة برافو سيرين برافو سيرين صح ابدعت في البرنامج اليوم حاجة برك شنو هي ما نقولكش هلا ما نقولكش هلا يا علاش هكا البنزين طارت الذبانة Bar-tel-yum, 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 bar-tel-yum.